الخير مشاهدينا صباح الخير بها اليوم المميز الأربعة 25 كانون الأول اليوم عيد الميلاد اليوم زميلتي عبير وانا رح من من هلا للساعه 12 ببرنامج على الموعد مع ضيوف خصيصا له اليوم المميز صباح الخير عبير صباح الخير اليت وبدعيه كل المشاهدين اكيد من اسره مريم تي في ان شاء الله تكون سنه حلوه عليهم وعيد ميلاد مجيد يا رب امين امين ولد المسيح هللويا اليوم ربنا أعطى البشرية أحلى وأغلى هدية اليوم ربنا أعطينا ابنه يسوع يسوع يلي إجا حتى يملي حياتنا فرح وقلوبنا محبة يسوع يلي إجا حتى يعلمنا معنى العطاء قوة التسامح قدرة الغفران وأهمية التواضع يسوع أنت قوتنا أنت عملنا بالحياة ورجينا بالممات فيا طفل المغارة ما تتخلى عنا ولا لحظة بحياتنا لا نحن ولا عن أي إنسان خليك دايما موجود بحياة الكل الصالح قوي حتى يقدر يكفي معاملته الحلوة والطالح رده لحظيرتك لأنه من دون حظيرتك ومن دون جناحك نحن فعلا رح منكون تايهين بهالدنيا كثير حلو عن يعني جد كتير انا بعتبر انه هيدا النهار اهم يوم بايام السنه صحيح هل هالشيء الغريب يلي غير عن جد مجرى الكون صحيح. بيستحق انه نتوقف عنده أصبر. ليه عبير بيستعملوا كلمه نوال وميلاد هلا الميلاد لانه عيد الميلاد يمكن انه ولاده يسوع ما بعرف عيد. هالكلمه, آه هالكلمة آه باللغه اللاتينيه اللي بتعني ناتاليس نعم بتعني المولود او عيد المولد وبتعرفي نحن كل الاطفال يلي بيولدوا بنقول آه لهم آه انه عيد ميلادهم ولد عيد ميلادهم من هيك صحيح. تستعمل دائما كلمه ميلاد انه نهار يلي بيولدوا نعم. الاطفال وهالمصطلح استعمل بالبلدان العربيه من مئات السنين البدايه كانت من مدينه انجي الفرنسيه يلي كانوا يستعملوا فيها كلمة نوال يعني مثل كأنها صيحة فرح من هون دايما باللغة الفرنسية بتعرفي لما نعيد بنقول جويو نوال صحيح. يعني واحد بس يولد له حدا أو يخلق له ولد أو يخلق شو ما كان بيصرخوا صيحة فرح أو بيصيروا ينادوا أنه حيح. ولد يعني أو خلق عنا طفل جديد بالفعل هو كانوا أيضا بفرنسا قبل 8 أيام من يوم عيد الميلاد يبدأوا بها الصيحة وبنهاية كل يوم صلاة قبل هالأيام التسعة يلي بتسبق يوم العيد على 15 مرة بس يخلصوا الصلاة يصرخوا جوايا نوال جوايا نوال ومن هيك صارت متعارفة أنه وين ما كان من عيد بها العبارة التقليدية حلوة أما بالمعنى اللاهوتي أيضا تعني الفرح حتى <applause> أه لكن نوال باختصار هو صلاة وتحية تطلق زمن المجيء والميلاد حتى يذكرنا بفرح العيد ويبشر بالاحتفال المرتقب بميلاد يسوع المسيح هناك مشاهدينا نحن كمان من لكم اليوم جوايا نوال من قلبنا منا ومن كل اسره مريم تيفي لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا صحيح. آليت آه اليوم بدي خبريك كمان قصه المجوس كلنا بنحط آه على المغاره، كلنا بنعرف انه منحط المجوس نعم. اللي آه زينوا هالمغاره صحيح ولاده هالطفل يسوع. آه شو الهدايا اللي قدمها المجوس لها الطفل آه بالمغاره وشو معناتها؟ هي عبارة عن إشارات ورموز ليلي رح يصير مع هالشخص هالمسيح خلال حياته طبعا المسيح إجاب كلنا بنعرف ومعه رسالة سلام واضحة للعالم إلا أنه هو عاش مرفوض من بعض الأشخاص اللي كانوا بهذيك الفترة أكيد. وما صدقوا أنه هو المسيح صح. من هون كانت أهمية دلالات الهدايا إذا منلاحظ أنه في ثلاث أنواع هدايا تقدموا أول شيء رح نحكي عن الذهب الذهب اللي هو بهديك الوقت لمين كانوا يهدوا للملوك صحيح فكيف هالمجوس جايبين معهم ذهب لهالطفل الفقير بمغاره لهالطفل يعني المتواضع أنه هو الملك 100% صحيح. هون معنى الملك يعني مش بمعنى المصاري صحيح. معنى الملك بالروح بالشخص صحيح. عن جد يعني صحيح. هو ملك الملوك يعني اكيد صحيح صحيح وايضا الذهب كمان بيرتبط دائما بالعهد القديم دائما العهد الجديد بدنا حتى نفهمه لازم نرجع دائما للعهد القديم اللي من كان تابوت العهد هو مصنوع كليا من, من الذهب. الذهب ايضا صحيح آه، كمان الذهب آه، يعني بيشير انه اعتراف المجوس انه هيدا الطفل هو الملك اعترفوا فيه من اول ما كان بعده مولود نعم آه، كمان قلنا انه هو كان يعطى للملوك هديه مرتبط بالعهد القديم مثل ما حضرتك قلتي آه، كمان الهديه الثانيه كانت اللبان نعم اللبان بيرمز بالكهنوت والعباده هو حبات البخور اللي نحن بنوصفها بالمجمره او بالبخور اللي هو خاص بالكهنه مم. وبس بيرمز للعباده كمان نبي داود قال بسفر المزامير فلتستقم صلاتي كالبخور امامك صحيح هون كمان اهميه البخور هيك بنرد دائما اذا بنلاحظ ب دائماً هيدي العهد الجديد دائماً مرجعه، آه العهد القديم. القديم يلي كان عم ببشرنا ويخبرنا إنه رح يجي المخلص آه لعنا والبخور مين منا ما بيستعمله وكتير أيام ما بنعرف إنه اسمه اللبن أصلاً مزبوط، في كتير ما بيعرفوا التسمية صحيح. بس هو اللبن 100% آه قالت الهدية الثالثة كانت المر كمان عم أي وقتها انه يهدوا الطفل الطفل المر صحيح هيدا نوع من العطور وبيرمز للالم واكيد نحن كلنا بنعرف قد تعذب المسيح بحياته وقد ايه تالم آه من هيك الكنيسه بتعطي كثير اهميه لهالهدايا اللي هن كانوا ثلاث هدايا بيرمزوا لحياه المسيح ل كيف نوصف يعني بالذهب باللبان وبالمر نعم آه المر يلي على الصليب من صحيح وتمت النبوءة مثل ما بيقول على أمل أنه كلنا أيضا صحيح. نمشي على على الخطى هيدا رجينا بديانتنا المسيحية هيدا اللي بخلينا وعم بيقوينا حتى بأسلك يعني أصعب الأوقات يلي يعني للأسف عم نمر فيها هلأ ونحنا بهالفترة المباركة صح. ولكن أملنا كبير أنه ربنا وأنه هالولادة ولادة سيدنا المسيح رح بتكون ولادة الوطن صح. وولادة كل إنسان فينا وشهدنا كتير مزبوط أشخاص ما كنا مستنظرين منهم هالكم من العطاء ومن المحبة يمكن كان هيدا الظرف المناسب حتى يبينوا انسانيتهم 100% ومثل ما قلتي انه يساعدوا بعضهم أيوة. آه بعض. كمان في شغله بحب ضيفها اليت بنلاحظ انه الناس اللي بتعرف الشخص دغري اللي عنده ايمان من اللي ما عنده ايمان مزبوط الانسان اللي ما عنده ايمان قد هيك بتحسيه تعيس صح قد الايمان بخليك تقوى بتخليك دائما متفائله بخليك مبسوطه بحياتك مع كل المشاكل اللي عم نقطع صح. فيها صح. ما في اي انسان بيقطع كل حياته بظروف حلوه دائما في اب اند داون اذا فينا نقول بس كمان هلا بالوضع الاقتصادي والسياسي بلبنان بتلاحظي كمان بعد في تفاؤل هيدا جوا من جوا نحنا بينبع لبرا اللي هو الايمان <تصفيق> هيدا <تصفيق> هيدا بدك تقولي كمان اللي بيميز الشعب اللبناني يلي هيك خلق بالفرح صح عندنا دائما امل هالروح آه. آه انه ما بدنا نستسلم يمكن آه. لانه تاسنا يمكن نحن عندنا آه البحر والجبل يمكن لانه عم نقدر عطاءات ومثل ما قلتي كمان نحن ارض مقدسه ارض مقدسه آه قد عليها المسيح عمل فيها اول آه عجيبه عجيبه لاله امه نطرته عنا آه يعني مفروض انه هيدا الشيء بس يواسينا ويخلينا دائما هيك فرحين <applause> ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب بنتمنى عن جد كل كل الفرح وكل الخير لكل المشاهدين خلينا نشوف عبير كيف بالصين احتفلوا بعيد الميلاد يلا عن جد اليت قد حلو هالشعب المنظم هالكورال اللي ما بتقطم هيك لحظه النظام <applause> صحيح بنذكر أه انه هيدي اكبر كنيسه بالعالم والموجودين فيها هن 10000 شخص واو. مثل ما شفتي كلهم على فرد وقفه على فرد لون على صحيح. فرد مقسمين أه عم يصرخوا كلهم هللويا لملك المجد نحن أه كمان بلبنان رغم كل شيء مشاهدينا كانوا امبارح احتفالاتنا كتير حلوين ريسيتالات وين ما كان طبعا اداديس قديس نص الليل يلي ما حبينا انه نغير عوايدنا وتقاليدنا كلنا رحنا واحتفلنا وطبعا رفعنا الصوت وقلنا هللويا ولد المسيح رح نشوف ايضا بفيديو اجمل شجرات ميلاد بالعالم قد حلو اليت عن جد انه صحيح انه يمكن هالقصص رموز منا العيد الاساسي بس هي بتعيش الجو بتعيش بس تروحي على الطرقات تشوفي هالزينه هالشجر هالمغاره صح. بتحس انه عن جد في عيد اكيد هيدا ما بيمنع الصلاه والخشوع والسلام اللي بيكون موجود داخلك بس كمان مش حلو عيد الميلاد بلا زينه هيدا اللي كنا عم نحكيها هلا هي صرخه الفرح صح. يعني صرخه الفرح بدها تكون بكل شيء بكل اللي حواليك انه حتى المظاهر كتير حلوه مزبوط. يعني مثل ما قلتي شجره كتير حلوه كمان هيك بتخليكي تحسي ب بفرح العيد, العيد ايضا كله عم يتهيأ يعني حتى حتى يجي هيدا النهار و ونفرح طبعا كلنا وقد حلوين عاداتنا مشاهدينا صح. انواع الاكل يلي نحن ما بنغيرهم يعني بنرجع بنعيدهم كل سنه يمكن عنا كتير اشياء مكتسبه من الغرب انه مش انه الاصلي يعني مم. اكلنا اللبناني ولكن جمعت العيله بعتقد ما في ولا حدا بعد بعيشه مثل ما نحن عم نعيشه بعرف اذا عندك حدا مغتربين بتعرفي كل السنه ما بيعني لهم يجوا ولا نهار الا ليله عيد الميلاد يكونوا فعلا موجودين هون هون بلبنان رغم كل شيء يمكن كل الحجوزات اللي كانت صحيح. موجودة هلا السنة مم. هي لا يلي رجعوا مزبود. حتى يكونوا فعلا المق... لأنه ما حدا بيعيد مثل عنا صحيح. بلبنان أبدا ما حدا بيعمل مغلي مزبوط <applause> غير نحن صحيح نحن عن جد بلد احلى بلد بالعالم أه عم بجربوا قد ما فيهم يفرقونا وقد ما فيهم أه يخلونا نهاجر بس صدقيني الشعب اللبناني عن جد من رافض الشعوب رافض بحب بلده هالجمعه العائليه هال اذا انقطعت على الطريق هالانسان دغري بيركض عليك ما بتشوفيها بالعالم المتحضر كله ما بتشوفيها فنحن هيدا اللي بميزنا ورح نبقى هيك مع كل الصعوبات مع كل الـ 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 ال يعني اذا قلنا التشنجات عشناها من قبل وولادنا رح يعشوها رح نضلنا هيك بلد بس كمان نحن ما رح نتخلى عن هالشعور الحلو اللي عنا اياه مساعده غيرنا هالجمعه الحلوه على الميلاد وعلى غير الميلاد يعني نحن دائما شعب بحب الفرح بحب العطاء بحب السلام يعني نحن إن يكفي ان شعب نتشارك الاعياد تمام. على على اختلاف الطوائف على اختلاف صح. الاديان الموجود نحن كلنا بنشارك بعضنا اعياد بعضنا صح وهيدا اللي عن جد ما بتشوفيه بولا بلد صحيح. بالعالم يبنى. وعلى امل على امل م. مشاهدينا واليوم عن جد بنرفع صلاتنا انه تبقى روح المحبه هال... هيدا يعني عيد هيدا الميلاد هيدا هي يه المحبه والتسامح صح. والغفران دائما هي سلاحنا على وحيد سهل. تجاه كل كل الناس كل العالم وكل المصاعب يلي نحن عم نتعرض لها ويمكن رح نتعرض له بعد اكثر ولكن بقوه الله. الله رح نطلع متخطيها. دايما منتصرين ان شاء الله رح ناخذ بريك عبير أوكي. ومشاهدينا ونبدا مع ضيوفنا